وهحجز والكلام ده وما لقيتش الكلام ده. مبلغك ليك نص مبلغك هيتباع لك تاني، مبلغك اللي هو بتاع السكن هناك بتاع التصعيد. مليون ناس على كل الناس بتتابع لنا، كل الناس اللي بتشارك عندنا، كل الناس اللي بتشارك عندنا زي ما جينا قلنا قبل كده صلي عليها بصبح يا بتعمل لنا لايك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده الفيديو بتاعنا مميز جدا 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 جدا. النهارده رايحين لحد حبيبنا من المتابعين وصاحبي وحبيبي، فاتح شركه سياحه وعامل عروض للعمره والحج والرحلات، كل ده ان شاء الله هنشوفوه مع بعضينا. ويا ريت الناس تفعل الفيديو وتشيره وتعمل لايك عشان كل يستفاد من كل حاجه. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا مين صاحبي ومين حبيبي دوت وايه العروض اللي احنا هنروح نصوروها النهارده. يلا جدا جدا. في ريحه حاجه حلوه قوي مصنع برميز. مصنع برميز ده الريحه جايه لغايه هنا. النهارده اليوم مختلف زي ما جينا قلنا في اول الفيديو. احنا النهارده عند حد حبيبنا قوي قوي قوي، فاتح شركه سياحه رحلات بقى وكده رحلات داخليه ورحلات خارجيه وحجز طيران وفنادق. كل ده بقى هنفهمه منه نشوفه ايه الدنيا. ناخده كده حاجه كده ايه ما شاء الله ما شاء الله. هنا بقى الناس لما بتيجي بس هنا الصلاة على الصلاة الصلاة على الصلاة. ربنا يزيدك يا رب ويبارك يا رب، فتحة خير ان شاء الله. طيب حضرتك طيب نبذة مختصرة عن الشركة. اسمها شركة البرومت والخدمات السياحية. تمام.
حجز فنادق، رحلات داخليه وخارجيه. تمام، صاحبها الاستاذ. ايه رحلات داخليه وخارجيه؟ رحلات داخليه لكل مكان جمهوريه مصر العربيه، دي رحلات داخليه. القاهره، بورسعيد، فيوم، شرم، الغردقه، كل الرحلات دي كلها معانا. بنعمل معانا رحلات حج وعمر ان شاء الله. بنحضر رحله الحج السنه دي ان شاء الله. الايه؟ رحله الحج السنه دي ان شاء الله. تمام. حج سعر مناسب للجميع، خدمات متوفره، سكن قريب من الحرم. بنوفر التصعيد بالمطوف رسمي بالاي دي والصوره لعرفات. السفر ان شاء الله معانا بيكون من واحد او اثنين زي القاعده. رجوع ان شاء الله باذن الله يوم 24 او 20 ذو الحجة. يعني هو كده 20 يوم؟ شهر 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 بالظبط 40 يوم. باذن الله. بيكون فيهم الحج بيكون في مكة، وان شاء الله بيبقى لنا يوم في المدينة. تمام؟ برضه في المسجد النبوي الحرام، في نفس الوقت للمزارات، مسجد قباء ومزارات المدينة. طبعا سعر مناسب جدا. أيوة. بس السعر يعني نعرفه مثلا الأسعار بتبقى إيه، أو في مثلا، لان الواحد بيشوف ساعات مثلا بيبقى في مثلا بيقول لك في قسط بتدفع جزء جزء، او يعني الامكانيات ايه. الحج بتاعي موفر فيه التاشيره، موفر فيه تذاكر الطيران والسكن، ده الحج. والتصعيد رسمي على عرفات، دخول عرفات رسمي بمطوف رسمي بباص من النقابه رسمي، كل شيء رسمي. يعني ايه معلش، يعني ايه رسمي؟ رسمي عشان في شركات تانية بتقول لك حج التأشيرة، الزيارة الشخصية، دخول عرفات بيبقى ليه مجازفات. تمام. انا الحج بتاعنا يعني في ناس ممكن تروح ما تخش عرفات. تمام. ما تخشش؟ ما تخشش عرفات. تمام. انا بوفر الميزة دي، بوفر الاي دي والاسورة رسمي. ايه الاسورة؟ الصوره بتاعتك اللي انت بتخش بيها، اللي هي المملكه بس، يعني بس الاي دي بتاعك عليه صورتك، عليه اسم المطوف الرسمي بتاعك. تمام. عشان تخش رسمي مفيش حد يقول لك انت رايح فين، دايما بتكمل حجتك، بنطلع على منى وبعد كده بنرجع، بنطلع على المدينه. تمام. بنقضي يومنا في المدينه وبنرجع تاني على مكه للعوده بعد كده. في نفس الوقت انا بوفر ثلاث وجبات، فطار غدا عشاء، من يوم 6 ذو الحجه يوم 12 ذو الحجة. يعني حتى التصعيد معايا كمان بوجبته. انا موفر له وجبته. يعني انت كنت بتقول من 1 ل 24. انا من 1 ذو الحجة، من 1 انا ان شاء الله من 1 ذو الرسمي، الحج الرسمي. اصل انا سمعت الوجبات من عشان خاطر الوقت قليل. وقت قليل انا بتوفر، انا بوفرها 6 ايام. تمام؟ اللي هو الرسمي بتاع الحج. ان شاء الله من اول ذو الحجة، من اول 6 ذو الحجة. تمام. بيبدا معايا الرسمي بتاعي تمام. لكن انا بطلع بدري من اجل توفير كل الخدمات للناس، في نفس الوقت بقى كله داخل في امان، مفيش اي مخالفه، مفيش اي حاجه عليه. ما شاء الله. تمام. طيب بالنسبه للاسعار، الاسعار انا مش قادر اتكلم في الاسعار دلوقتي. فالاسعار بتبقى يعني لما العميل يشرفني او يتصل بيا اتصال، دي الاسعار موجوده شتى، الاسعار متفاوته بس انا ثابت على سعر. يعني بس السعر مش بتتروح من ايه لايه مثلا؟ بتتروح يعني مش هتزيد عن قبل الزياده ان شاء الله، فاهمني؟ مش هتطلع اكتر من 140. تمام. وفي نفس الوقت مش هتقل. تمام. انا ثابت رسمي، الدنيا زادت، انا ملزم معاك بالمبلغ اللي انا قلت لك عليه، مش هحصل منك هنا. هنا انت قلت لسه ما قلتش السعر، انا لما يجي مثلا حد يحجز او تمام. بس انا اللي انا غير الشركات الثانيه، على اساس الشركه دي الام بتاعتها سعودي في مكه، شركه البرامج السياحيه تي بي سي، بيمثلها هنا، احنا بنمثلها هنا، انا كعضو فيها، عضو مدير تسويق فيها، معايا فيها الحاج صاوي العضو التنفيذي بتاعها، ومعايا اخونا ابراهيم الشركه اللي واخد الوكيله باسمه. طيب مع احترامي لحضرتك، ايه اللي يميزني اللي انا اجي لك واسيب اماكن ثانيه؟ المصداقيه. المصداقيه، الخدمه اللي انا هوفرها لك، اللي انا ملزم معاك بكل حاجه انا اتفقت معاك بيها، انا ملزم اللي انا هنفذها لك. ما انا على كلامك، اللي انا في ناس بتروح اللي هو ما بيروحوش الحرم بيلاقوا بيروح بطلعه عرفات لو التصعيد. طب انا دلوقتي ما اعرفكش وانا داخل عليك لسه جديد وهحجز والكلام ده وما لقيتش الكلام ده، مبلغك ليك نص مبلغك هيتدفع لك تاني، مبلغك اللي هو بتاع السكن هناك بتاع
التصعيد. انا بسلمك تاشيره متعدده لمده سنه. انا سنه انت معاك تاشيره مننا سنه تخش فيها المملكه اي وقت فيها. طيب في ميزه ثانيه بتوفرها لي بالنسبه لهناك؟ لا بالنسبه للاوبشن اللي انت مثلا بتعمله. الاوبشن بالنسبه للرحلات انا هنا الرحلات الداخليه بتاعتي انا ارخص 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 سعر رحله موجوده على مستوى شركات الرحلات التسكينيه. وبنفس الوقت هو نفس البرنامج اللي بتقدمه اي شركه موجوده في رحلات تسكينيه. طيب دي حج بس في هل العمره برضو؟ العمره احنا كده اكتملت معانا عمره رمضان. آه. 10 الاواخر بتاع رمضان اكتملت. تمام هم ان شاء الله مسافرين يوم 15 رمضان باذن الله. ان شاء الله. باذن الله وانا بعد كده بكمل رحله الحج ان شاء الله باذن الله. طيب وبالنسبه للرحلات الداخليه بقى؟ بتبدأها من امتى او بتعمل انا بادئها ان شاء الله باذن الله عشان خاطر رمضان بس. ان شاء الله من اول تاني يوم العيد باذن الله لغايه ما نخش على الصيف فانا شغال رحله كل يومين في الاسبوع او كل اسبوع. طيب في بروجرام او في حاجه معروضه مثلا او حاجه نصورها او حاجه؟ هبعت لك كل حاجه على الواتس. كل حاجه هبعت لك على الواتس. اي حد عايز يتواصل مع حضرتك تواصل معايا على النمر اللي بره. انا شايف النمر نمرة 011 11 7 0 48 43. تمام او على صفحه الشركه على الفيس صفحه شركه البرامج السياحيه. طب يبقى انت بقى حضرتك هتبعت لي اللينك. تمام هتبعت لي ارقام التليفونات عشان نحطها في الفيديو وعلى اول تعليق بحيث اي حد حابب ان هو يتواصل يفهم منك اي حاجه. وان شاء الله يا استاذ احمد برضو عشان حضرتك شرفتني وقناتك شرفتني وبالزياره الجميله دي اي حد جاي من عملاء قناه الاستاذ احمد ان شاء الله هيبقى ليه خصم في رحلاته معانا باذن الله. بس هو يكون يديني بس يقول لي انا من طرف الاستاذ احمد هيكون ليه خصم في كل رحله هيكون يشرفني فيها باذن الله. ان شاء الله خير ربنا يرزقك خير يا رب ان شاء الله ويرضيك كل خير ان شاء الله. احنا في العيد معانا دريم بارك باذن الله ومعانا القاهره معالم كامله ومعانا اهرامات ورحله نيليه. تمام الاهرامات دي ان شاء الله نبقى نروح اهرامات ورحله نيليه الحسين مول مصر ان شاء الله. انت النظام الرحلات دي فيه برضه اللي هو قسط وكده فيها لو العميل معاه فيزت مشتريات لاي بنك لاي بنك على مستوى الجمهوريه انا بتعامل معاه من خلال فيزت المشتريات بتاعته بالنسبه اللي محددها لي البنك. من كل بنك تتراوح النسبة، فأنا بحدد له نسبته وهو بيقسط مع البنك. دي الحالات الداخلية بس. الحالات الداخلية أو لو هو لو الليمت بتاعه في فيزة المشتريات الليمت بتاعه عالي أنا بسحب منه مقدم رحلة الحج أو جزء من رحلة الحج هو يقسطها مع البنك والباقي أنا باخده كاش حسب الليمت بتاع الفيزا بتاعته. لكن التقسيط متاح عن طريق فيزة المشتريات لأي بنك على مستوى جمهورية مصر العربية. إن شاء الله خير ربنا يرزقك خير يا رب. الله يخليك يا صاحبي. في اي حاجه عايز تضيفها او اي حاجه؟ انا كده ده وضوح دي وضوح الشركه كلها وانا سعيد ان انت شرفتني النهارده يا صاحبي. ربنا يخليك يا رب وربنا يكرمك خير يا رب يا رب ونشوفك في احسن حال ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. هنحط لكم ارقام التليفونات ولينك الصفحه واي حد بقى عايز يتابع يستفسر يعمل اي حاجه يتواصل على طول مع استاذ محمد وربنا المستعان وربنا يرزقكم ويرزقنا. برضه نزود اي حد من قناه الاستاذ احمد ليه خصم عندي على كافه الرحلات المتواجده عندي في الشركه. ان شاء الله. بالنسبه برضه لحاجه ثانيه انا بضيفها عندي برضه انا عندي هنا حجز طيران وعندي عمل التاشيرات. تاشيرات السعوديه تجاريه سياحيه متعدده برضه تاشيره العمره برضه بعملها عندي حجز فنادق على مستوى الجمهوريه على مستوى خارجي برضه بحجز. اي حاجه متوفره عندي في الشركه اي حاجه محتاجها العميل انا متوفره عندي في الشركه. جميل ما شاء الله ربنا يا رب يزيدك يا رب. الله يخليك. طيب يعني كل حاجه اهي الحمد لله متوفره وربنا يرزق الجميع يا رب. وان شاء الله تشرفنا يا استاذ احمد انت والاسره ان شاء الله في الرحله اللي انت في اي برنامج انت تختاره تشرفني ان شاء الله انت والاسره بتاعتك ان شاء الله. ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله باذن الله وربنا يرزقك خير. الله يخليك. زي ما انتم شفتوا كده اهو كل الكلام اتقال ومفيش اي حاجه ثانيه تتشال. وربنا المستعان يا رب ونشوفكم على خير وكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتم معنا وينورني سادتي وسادتي تفتح حلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.